على كل الأحوال إحنا معنا دلوقتي تليفون معنا كابتن أحمد العطار نجم منتخب مصر السابق لكرة اليد. مساء الخير يا كابتن، أهلا وسهلا بحضرتك. أستاذة لبنى، وألف مبروك لمصر، البسمة عادت للشعب المصري بفوز منتخب مصر في بطولة العالم و يعني احواز الميدالية البرونزية. ربنا عوضنا خير يا كابتن. طبعا طبعا واكبر اكبر حاجه واكبر شهاده واكبر مكافاه لينا طبعا دعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لينا، والمكافاه ان هو التهنئه بتاعته دي اكبر مكافاه لينا ككره يد، بتبقى تاج على رؤوسنا لما رئيس الجمهوريه يهنئنا ويبارك لنا. دي بالنسبه لنا احسن من ميداليه واحسن من بطوله العالم. كابتن احمد، امبارح وانا بنعمل الفقره يعني حبينا نذاكر شويه نشوف ايه موضوع منتخب مصر لكره اليد، عرفنا انه كام سنه اللي فاتت لا قدر دايما يوصل لكاس العالم، حقق يعني مراكز متقدمه، لكن ما كانش ده مصاحب ليه يعني القاء الضوء بشكل كبير عليه، الاعلام الرياضي يمكن دايما كره القدم فقط لا غير. انت كحضرتك اتفضل، يعني انا بس بسالك انت شايف المشهد ازاي واحنا محتاجين ايه علشان برضو يبقى في قاعده شعبيه والناس تبقى عارفه أبطلها. تملي احنا اتعودنا وكل الالعاب غير كره القدم متعوده ان لازم انا ابذل الجهد، ابذل المكسب، التضحيات، وبعد كده هيبان مجهودي، فبالتالي الاعلام كله زي ما احنا شفنا كده كل الاعلام في خلال الاسبوع من الاسبوع الماضي لحد الان. صحيح. يعني ما فيش برنامج ما اتكلمش على منتخب مصر. تمام. هو ده شيء طبيعي، ده شيء طبيعي، لان يمكن احنا كان عندنا بطوله امم افريقيه، كان عندنا حدث مهم جدا وتنظيم و فطبعا كان كل الاعلام موجود في الحته دي عشان ما نظلمش الاعلام، لان احنا برضو خلينا نبقى منصفين، مش معنى ان مثلا الاعلام اتاخر، لا هي دي طبيعه الماده وطبيعه الفرق الالعاب الجماعيه اللي هي بتيجي اللعبه رقم 2 بعد كره القدم. طيب لكن الشباب اللاعبين نفسهم يعني اكيد الناحيه المعنويه وحضرتك اشرت مهمه ومطلوبه، تهنئه الرئيس هيكون ليها انعكاس حتى على الاداء وعلى البطولات والمشوار القادم ان شاء الله، لكن احنا بشكل عام المنظومه دي محتاجه ايه اكتر؟ يعني مثلا هل التمويل مثلا ممكن يكون عقبه، هل المعسكرات، هل الاداء الفني؟ يعني قول لي برضو احنا محتاجين نسقل هذه الموهبه اكتر ونشجع ابطالنا في الفتره اللي جايه. طبعا احنا بالنسبه لنا دول ولاد شباب، يمكن هم دي اخر مرحله سنيه بالنسبه لهم، بعد كده هيتصعدوا للفريق الاول. تمام. احنا عندنا ان شاء الله في الفتره اللي جايه كمان سنه ونص عندنا بطوله العالم للكبار، مصر هتنظمها 2021. احنا نظمنا بطوله العالم للكبار سنه 99 وخدنا المركز السابع. طبعا البطوله دي هتنظم كمان سنه ونص. طبعا الدوله طبعا مهتميه بوزاره الشباب، طبعا الدكتور اشرف صبحي يمكن طبعا هو يعني يمكن ما بيبخلش على اي حاجه بالنسبه لاتحاد كره اليد، وخصوصا ان هي اللعبه الشعبيه الثانيه، هي اللي كل سنتين عندها اكثر من 5 كاس عالم شباب وناشئين وسيدات وانيثات، فطبعا وعندنا طبعا الاولمبياد، فبالتالي ان شاء الله هيبقى طبعا الدوله بعد السادة الرئيس مهنا منتخب اليد، وهيبقى فيه طبعا الفتره اللي جايه طبعا تنظيم بطوله العالم عندنا في مصر ان شاء الله يبهر العالم زي ما تنظيم بطوله الامم الافريقيه ادى رؤيه حضاريه لمصر. ان شاء الله ده هيحصل ان شاء الله باذن الله، كلنا متفائلين خير ان شاء الله الفتره اللي جايه. بالنسبه للاعداد، الاعداد طبعا احنا يمكن جبنا مدرب اسباني المنتخب الاول، طبعا الولاد دول اللي هم الشباب دول خلاص هيخشوا المرحله الكبار، هيتشاف منهم العناصر الجيده، بس مدرب بمنتخب الشباب مصري ما هوش اجنبي مصري ولا حاجه. طب ما هو تمام اهو يا فندم. مش لازم يعني عندنا عقده اصلنا. مدام لبنى، هو طبعا انت عارفه الشباب، انا يعني واحد لاعب قديم، احنا كان عندنا الكابتن جمال شمس رحمه الله عليه، كابتن محمد الالفي لما خدوا بطوله العالم 93، وكان عندنا عاصم السعداني خد رابع العالم، وكان عندنا الكابتن عبد الوهاب خد رابع العالم، وكابتن وائل عبد العاطي رابع العالم. فتملي بالمرحله السنيه دي مش محتاجين مدرب اجنبي، لا احنا محتاجين المراحل السنيه الناشئين والشباب، لا محتاجين مدرب وطني
يكون يفهم الولاد وفهم المراحل السنية وعندهم دراسة وعندهم تعرف بيبقوا ثانوية عامة وبيبقوا في جامعة. يبقى مننا يبقى فهم الحاجات دي. فهم الدنيا فهم الدنيا تمشي ازاي والكلام ده كله. الأجنبي الأجنبي بيبقى عايز محتوي. عشان كده بنفضل ان المدرب الاجنبي لما يجي للفريق الاول كلهم لعيبه محترفه, في اللي خارج مصر وفي اللي داخل مصر. عندنا دوري المحترفين في مصر فكل الولاد عندهم عقود, فبالتالي ان كل الناس هياخدوا الاوردر من المدرب الاجنبي هينفذوه. مفيش بقى انا عندي شغل الصبح واصل انا حاجه متاخر, مفيش الكلام ده. ان انت محترف, فعشان كده يفضل ان المدرب للفريق الاول لمنتخب مصر زي ما شفنا باول تيتمان لما صنع انجازات كرة اليد, لما شفنا زوران لما خدنا رابع العالم مع 2001. فعندنا كوستا, عندنا اسامي كبيره جت وعملت نتائج مع الفريق الاول. واهم حاجه نحافظ على ابطالنا, على الشباب دول اللي شرفونا مع تصعيدهم طبعا للمنتخب الاول. يعني باذن الله نشوف اداء متميز ان شاء الله, وتفرحونا دايما. والف مبروك لحضرتك, والف مبروك للشباب الرجاله اللي تحملوا المسؤوليه وقدموا يعني اداء رائع يليق بعلم مصر اللي هم رافعينه. انا بشكرك شكرا جزيلا, وخلونا نتابع كده قبل ما يعني نخلص الخبر مع حضراتكم الفيديو التهنئة اللي نشرها الاتحاد المصري لكرة اليد على صفحته.